ما ماشي. مستوى الغيرة عندك بقى لو انا نازلة جروب صحاب؟ نازلة فين؟ خارجين مع مين؟ وامتى؟ ردي. انا ما تسميهاش غيرة قد ما تسميها احترام وخوف عليك. انا بسأل سؤال. عمري ما هيكون ان انت تنزلي مع ناس انا ما اعرفهمش او ما اعرفش الانتنشنز بتاعتهم ليكي ايه. صحابي من الجامعة من المدرسة وانا قايله لك عليهم وشفتهم قبل كده، بس انت في يوم مش فاضي فيه ونزلنا كلنا جروب بنات واولاد.